هذا سائل يقول: متى يعمل بسنة الصلاة في الرحال، وهل تقال مكان حي على الصلاة أو تقال في آخر الأذان؟ هذه السنة التي هجرت إلا ما ندر، حقيقة إنما يحتاج إليها إذا كان هناك مشقة في الحضور إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة، فإذا وجدت المشقة والناس لم يحضروا للصلاة فالسنة أن يقال الصلاة في الرحال، سنة أن يقال الصلاة في الرحال مكان حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقال الصلاة في الرحال، يعني صلوا في رحالكم في بيوتكم ولا تحضروا من أجل المشقة، يعني يؤذن أذانا كاملا، يؤذن أذان كامل، فإذا مكان حي على الصلاة يقال الصلاة في الرحال. وإذا حضر الناس إلى المسجد في وقت الأولى مع وجود هذه المشقة بمطر أو وحل أو برد شديد أو اجتمعت هذه الأمور، فإنه حينئذ يجمع بين الصلاتين التي يمكن فيها الجمع، وما لا يمكن فيه الجمع يبقى، وإن كانت الجماعة لم يحضروا فإنه حينئذ ينادى الصلاة بالرحال دفعا للمشقة. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمدينة ثمانيا وصلى سبعا، جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، برواية من غير خوف ولا مطر، والعلة في ذلك أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، فإذا وجد الحرج وجد السبب للجمع. وديننا والله الحمد دين يسر وليس بدين عسر، علما بأن الأوضاع في أيامنا اختلفت عن الأوضاع في السابق، الوحل كان يحول دون وصول كثير من الناس إلى المساجد، فمن خرج من بيته سقط عند بابه لوجود الوحل، وقد يسقط عليه أشياء من الجدران، هذا شيء أدركه كبار السن. أما الآن ولله الحمد والمشي على الأرصفة لا يؤثر كثيرا مثل الوحل السابق، ولا يشدد في هذه المسألة بحيث تقطع الرخصة أو يشق على الناس، ولا يتساهل فيها كما يفعل كثير من الناس إذا وجد أدنى شيء جمع بين الصلاتين، لأن الوقت شرط والمحافظة على شرط أمر لا بد منه. وكثير من الناس يحث الإمام على الجمع، اجمع اجمع، المطر المطر، ثم بعد ذلك يخرج ليرى لينظر إلى المطر، يجمع بين الصلاتين ويخرج إلى البراري ينظر المطر، أو يجمع بين الصلاتين ويذهب إلى محله ومتجره يفتح لواصل من غير فاصل بالصلاة الثانية. على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في عبادته، لا سيما مثل هذه العبادة التي أعظم العبادات بعد التوحيد، فلا يفرط فيها ولا يفرط بشروطها التي الذي الوقت منها، ومع ذلك يبقى أن الرخص إذا وجدت واستحق وتوجدت أسبابه فإنها تعم، ما يقال هذا الذي سكن في المسجد هذا لا يجمع لأنه في المسجد ما يشق عليه، أن الرخص إذا وجدت أسبابها فإنها تعم الجميع، ولا يشدد على الناس في هذا الباب ولا يتساهل أيضا. والذي يقيس ذلك في المشقة وعدمها في الغالب أهل العلم، والله أعلم. لكن يا شيخ، إذا كان بعض أهل المسجد يتضرر والبعض الآخر لا يتضرر، يقاس على من كان في المسجد؟ نعم، لا يقاس، الأصل من يتضرر، من يتضرر. نعم. هل يلزم بقاء السماء تمطر حتى يكون ذلك سببا في الجمع، أم أنه إذا وجد الضرر في الشوارع وما إلى ذلك؟ إذا وجد المشقة، الضابط المشقة، إذا شق على الناس من وجود مطر أو وجود وحل في الأرض أو وجود برد شديد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يحرج أمته. اللهم صل وسلم. أخيرا يا شيخ، يعني في هذه المسألة بالذات، متى يعمل بسنة الصلاة في الرحال، أن تقال في الأذان، هل تكرر مرتين أو أربع يا شيخ؟ مثل ما يقال في حي على الصلاة، نعم، حي على الفلاح، تكرر لأنها مكانة، وضعت مكانة، فهي بدل عنها.